السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. الذي يدقق في تصرفات النحل وفي سلوكه وفي تفاصيله سوف يلاحظ أنه مباشرة بعد التقسيم الخلية النحل لو تقدم له التغذية فإنه يستهلكها بسرعة، خاصة خلال يومين ثلاثة أو أربع أيام التي تالي عملية التقسيم. كذلك سوف تشاهد أن النحل خلال تلك الفترة ما زال يحضر حبوب اللقاح بكمية كبيرة جدا. لماذا يأكل التغذية ولماذا يحضر حبوب اللقاح؟ لأنه إحنا لما قسمنا الخلية هذه أكيد إحنا وضعنا فيها يرقات مفتوحة بحاجة إلى تغذية، على الرغم من عدم وجود الملكة، لأنه هذا تقسيم يتيم. لذلك فالنحل يستمر بإحضار الغذاء بصفة مكثفة إلى الخلية، لكن بعد فترة، بعد 6 أيام أو 7 أيام من التقسيم، خلاص الحضنة هنا كلها تصبح مغلقة، ما فيش بيض جديد، ما فيش يرقات فقست للتو. فهنا النحل سوف تشاهد أنه لم يعد يحضر كثيرا حبوب اللقاح إلى الخلية، وتحس أيضا أنه وتيرة الحركة داخل الخلية ما نقولوش متوقفة ولكن ثقيلة ومتثاقلة جدا، بما في ذلك أنه سوف يتوقف عن بناء الشمع. لكن بعد مدة 15 يوم 20 يوم أو حتى شهر، لما ترجع إلى الخلية تاعك ومن غير ما تفتحها وتفحصها، يكفي أنك تقف أمام الخلية وتشاهد كمية حبوب اللقاح التي تدخل إلى الخلية. لو وجدت أن نحلك رو يحضر حبوب اللقاح بكثرة إلى الخلية، فهنا مباشرة أو 99% أن الملكة قد تلقحت، يعني الملكة كيفاش نقولوا، الخلية التي قسمتها قامت بتربية الملكة، والملكة هذه خرجت من الخلية إلى رحلة التلقيح ونجحت في التلقيح وعادت إلى الخلية وبدأت تقوم بالتبييض. طبعا هذا البيض هذا بمجرد ما يفقس فإنه سوف يحتاج إلى كميات رهيبة من الغذاء، سواء الرحيق أو المحلول السكري، سواء حبوب اللقاح. وهذا ما يخبرنا، يعني هذه حبوب اللقاح التي تتوافد بشكل مكثف على الخلية هي التي تخبرنا بأن الخلية الملكة تاعنا قد تلقحت وبدأت في وضع البيض. هنا في هذه المرحلة من الأحسن تبدأ تغذي هذا التقسيم أو هذه الخلية، تقدم لها التغذية، وفي موازاة ذلك تضيف لها الإطارات الأساس. لاحظنا احنا أن الطرود الطبيعية أو الاصطناعية تميل بشكل كبير جدا إلى بناء الشمع، لذلك فاحنا علينا أن نستثمر في هذه الخاصية، لا نضيع الوقت لأنه فصل الربيع ضيق جدا، يعني بالكاد 40 أو 50 يوم فقط هي ذروة هذا الفصل، ثم تبدأ الوتيرة بالتنازل. قلت لكم نضيف له الإطارات الأساس، نخلو النحل تاعنا يبني الشمع ما دام راه عنده هذه الرغبة وهذه الغريزة، نستثمر فيها كما ينبغي، ونستمر بإضافة الإطارات حتى تصبح الخلية على 10 إطارات أو أكثر ربما بالعاسلة، أو حتى يتوقف الشمع النحل عن بناء الشمع مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المرعى، أو ربما مع اقتراب موسم جني العسل. هذا ما أردت أن أشير إليه أصدقائي كملخص أو محصلة لهذا الفيديو. حبوب اللقاح لما تدخل بكثرة إلى الخلية معناتها أن الملكة تاعك قد تلقحت وبدأت في وضع البيض. بارك الله فيكم إخواني الكرام، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.